هذا وقالت الشبكة الوطنية لفعاليات الحراك إنه استحال تنظيم لقائها الأول الذي كان مبرمجا اليوم أو ببوشاوي بالعاصمة، وذلك بسبب عدم تحصلها على رخصة ورغم استكمال إجراءات الطلب ووضع الملف لدى المصالح المعنية منذ أسبوع حسب وصفها. اللقاء كان يفترض أن يجمع أكثر من 30 فعالية حركية محلية ووطنية لتدارس وتقديم رؤيتها السياسية تجاه الأزمة الحاصلة.